كان هذا حي برزة الدمشقي، كان هنا مقاتلوه. دارت في هذه الأمكنة رحى المعركة الأخيرة ضد ميليشيا أسد وإيران الطائفية. الزمان منتصف العام 2017، أما النتائج فلخصها الأهالي بقولهم إنها كارثية. إذ انتهى الحي إلى اتفاقية مصالحة مع النظام لم تكن مستغربة بالنسبة لهم، بقدر استغرابهم من أنها جاءت برعاية قادة ومقاتلين سابقين في صفوف أبرز فصائل المنطقة، اللواء الأول. نتحدث عن كميات كبيرة من الأسلحة وجدتها وحدات الجيش في حي برزة. سلمت الفصائل سلاحها الثقيل والمتوسط، ثم جردت من سلاحها الخفيف. يعني أنا ما قاتل ضد الجيش العربي السوري، أنا عم قاتل مع الجيش العربي السوري. البعض التحق بصفوف ميليشيا أسد، قتل معها لا بل وأصيب، ثم دبرت له محاكم النظام تهما بناء على دعاوى وصفتها بالمدنية، إلا أن العقوبة كانت القتل. القتل أيضا عن طريق الإعدام كان نصيب قياديين في اللواء الأول، وفق ما أكده ناشطون ميدانيون. سجن صيدنايا كان ساحة لتنفيذ حكم الإعدام بحق عدد من قيادات المصالحات في حي برزة، والعاملين سابقا في صفوف اللواء الأول عرف من الأسماء أبو الطيب قائد اللواء سابقا، والقيادي أبو فؤاد الحبشي وأبو عبد الزيبق وآخرون. تنفيذ الحكم بحقهم جاء بعد أسابيع قليلة فقط من اعتقالهم، ليضافوا إلى قائمة طويلة تضم معاوية البقاعي المعروف باسم أبو بحر وسمير الشحرور الملقب بالمنشار. الشخصيات التي أعدمها النظام يقول الأهالي إنها المسؤولة المباشرة عن عملية تسليم أحياء برزة والقابون وتشرين. شخصيات أخرى مماثلة من عموم مناطق المصالحات لا تزال في سجون الأسد تنتظر ربما ذات المصير.